بحسب المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تردني، أنا أخاطب الذين يعرفون صدق كلامي، لا شأن لي بالذين يكذبونني. أخاطب الذين يعرفون صدق حديثي ودقة ما أقول. بحسب المعلومات الصحيحة التي وردتني، فإن محمد رضا السيستاني اتصل بكل كلابه من المعممين الذين يتحدثون على الإنترنت، واتفق معه على أن يقولوا أي شيء عن قناة القمر وعني شخصيا. الذي أريد أن ألفت النظر إليه من أنهم تارة يقولون عني بأني ماسوني ولا أبالي، يقولون عني بأني عميل للمخابرات الغربية ولا أبالي، يقولون عني بأني عميل للحكومة الإيرانية ولا أبالي، يقولون عني بأني أفتري وبأنني أكذب على المراجع وبأنني ولا أبالي. سأبقى مستمرا في برامجي بحدود ما أستطيع ما دمت قادرا على العمل وبيان الحقائق، سأبقى مستمرا ولا أبالي. وأقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لأن الحقائق أخذت طريقها إلى العقول، وصلت إلى عقول كثيرة. لا أبالي بكم ولا أبالي بما تقولون، لكنني أطرح سؤالا على الجميع إذا كانوا يستطيعون أن يسألوهم، سلوهم بغض النظر أكان هذا الرجل ماسونيا، عميلا للمخابرات الغربية، عميلا للحكومة الإيرانية، متعاونا مع الوهابيين، مع أنه هم الذين يتعاونون مع الوهابيين، وهناك صلات فيما بين النجف والوهابيين. هذا أمر يجري في الخفاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، لكنني حينما أقول لكم هذا لا أقول كلاما على مستوى التحليل، أنا أتحدث عن معلومات دقيقة ودقيقة جدا. أقول سلوهم بغض النظر عني وعن هذه المؤسسة الإعلامية، الذي يقدم فيها حقيقة أو ليس بحقيقة؟ إذا كنتم صادقين لماذا لا تردون على الذي يقدم فيها؟ لماذا لا تظهرون للناس أدلة تكذب ما أطرحه على هذه الشاشة؟ لماذا تذهبون إلى جهة بعيدة عن الموضوع الأصل؟ الموضوع الأصل أنا أبين الحقائق. عندكم من الأدلة التي تثبت أن الحقائق هذه التي أطرحها ما هي بحقائق، جئونا بها، جئونا بها، وإلا فإن سعيكم إلى لا شيء لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لأن الحقائق وجدت طريقها إلى عقول الكثيرين حتى من غير الشيعة. أقول هذا الكلام ويدي مليئة بالمعلومات والوثائق.